لتسليط الضوء على استمرار تسرب آلاف الوافدين الأجانب إلى الأراضي العراقية بصورة غير قانونية وطبيعية، وكذلك طبيعة الأعمال التي يزاولها هؤلاء الوافدون وغياب دور السلطات الأمنية في ضبط حدود البلاد، لا سيما خلال المناسبات الدينية. معنا عبر الهاتف من مدينة مالمو الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بك. يعني بداية، أبلغت سلطات إسلام أباد عن اختفاء 50,000 باكستاني، يعني رقم مهول، رقم كبير جدا، عدد كبير، ليتبين لاحقا أنهم دخلوا الأراضي العراقية مؤخرا خلال مناسبة عاشوراء. السؤال أستاذ لبيد، يعني أين قوات الأمن الحكومية من هذا التسلل يعني غير القانوني، خاصة ونحن نتحدث عن 50,000 شخص أجنبي، أي يعني ملعب الشعب الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بس حبيت أنوه إلى أن وزير الشؤون الدينية الباكستاني أضاف إلى هذا الرقم، قال أنه 50,000 من مواطني في العراق تسربوا يعني خلال زيارة عاشوراء لهذا العام، لكنه أضاف بأن أعداد كبيرة من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية. يعني هذه ليست أول مرة بالحقيقة، لكن هذه أول مرة يجري تسليط الضوء على هذا، ربما لأن هذا العدد كبير هذه المرة. يعني المرات العدد أكبر من 50,000. يعني العدد أكبر من 50,000؟ نعم أكبر من، يقول خلال السنوات الماضية، يعني أشار إلى أعداد كبيرة من الزائرين الباكستانيين اختفوا خلال السنوات الماضية. نعم. نحن إذن أمام حقيقة يعني مفادها بأن العدد الحقيقي مجهول بالنسبة لنا، يعني هل هم 100,000، أقل، أكثر من 100,000؟ لا نعلم، لكن المعلوم أن بحدود 50 أو أكثر من 50,000 زائر لهذا العام، يعني خلال زيارة عاشوراء اختفوا، تبخروا في العراق. يعني السلطات الأمنية مسؤولية كاملة، هي والحكومة طبعا مسؤولية كاملة عن هذا الكارثة، يعني لأنه هي الكارثة لا تتعلق في مثل السوق الأحمر. البعض أستاذ لبيد، البعض طبعا من يعني المراقبين والمتخصصين بهذا الشأن قالوا إن الميليشيات والمسؤولين منتفعين من دخول هؤلاء، لأن هؤلاء يتسولون ويعطوهم نسبة. نعم، أنا هذه أنا أميل إلى تصديق هذه المسألة. لماذا؟ لأن ليس كل الذين دخلوا، ليس كل الوافدين أو الداخلين سواء للسياحة الدينية أو لغيرها، هم يحصلون على الفيزا، تأشيرة الدخول في المنافذ الحدودية، لأنه تم إلقاء القبض. يعني هذا باعتراف السلطات الأمنية، أو صرح به أحمد الأسدي وزير العمل، أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من الباكستانيين الذين دخلوا بصورة غير شرعية، يعني لا يحمدون الفيزا، وهذا معناه، يعني هذه دلالة على أن هناك إمكانية للدخول من المنافذ الحدودية بدون الحصول على الفيزا. نعم، ومعنى هذا يتم تهريبهم بحسب مصادر تتحدث عن تهريب الكثير من هؤلاء، ودخلوا إلى العراق بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية، يعني يأتون ويعطون مبالغ مالية كبيرة بالمقابل، أيضا يأخذون نسب منهم. ولكن طبعا هنا نتحدث عن الواقع الاقتصادي في العراق، يعني يشهد انتشارا غير مسبوق للبطالة في صفوف شبابه، بلغت نحو 36% من مجموع السكان البالغين وفقا لوزارة التخطيط والبنك الدولي، يعني السكان البالغين أقصد. يعني هنا من وجهة نظركم، يعني وأنتم مثلا في أوروبا، في دول أوروبا، الجانب الاقتصادي يعني يركز في موضوع السياحة، هو جلب العملة الصعبة وبالتالي تدعيم الاقتصاد للبلد، ولكن هنا في الحالة العراقية أكثر من 50,000
من المفترض أن يسمون بسواح أو سائحين باكستانيين، ما الذي يقدمونه للعراق؟ ما الذي يدعمون به الاقتصاد العراقي؟ إلى أي متى تبقى البطالة مستمرة التي يعاني منها الشباب العراقي، في حين أن هؤلاء ليس فقط استحوذوا على الوظائف واستحوذوا على فرص العمل، وإنما ملأوا الشوارع تسولا؟ هو يفترض أن السياحة الدينية ستدر بالربح وبالفوائد المالية والاقتصادية للبلد. نعم. هذا هذا السياق القائم فيه سواء في أوروبا أو في حتى دول كثيرة من دول المشرق أو الشرق الأوسط، لكن العراق بالحقيقة حالة استثنائية. يعني تيسير مسألة الفيزا ومنح الفيزا المجانية بهذا التفريط وهذا الكرم غير المحدود، يعني هذه بالحقيقة هذا قرار غبي، لأنه هؤلاء السائحين يعني السياحة الدينية هم راغبون في مسألة، يعني كثير منهم راغبون في زيارة المرافق الأماكن المقدسة. هؤلاء هم راغبون، يعني حتى لو أنه دفع لو فرضت مثلا 10 دولارات 20 دولار على الفيزا فهذا سيدر بأرباح كثيرة على العراق. الذي يجري في العراق بالحقيقة هو يجري على نحو معاكس تماما لما هو جار عليه الأمر في أوروبا وغير أوروبا. الذي يحصل أنه هؤلاء الوافدين هم بالحقيقة يقومون بعملية تدمير للاقتصاد العراقي. كيف؟ لديهم قوة منافسة قوية في سوق العمل. لماذا؟ لأنه إذا كان العامل العراقي يأخذ بحدود، يعني كمعدل يأخذ 30,000 كأجر يومي العامل العراقي، العامل الوافد وخصوصا الباكستانيين أو من بنغلاديش أو غيرها من الدول الآسيا، هؤلاء يأخذون أقل من 10,000 باليوم يأخذ. يعني اثنين، وهؤلاء يعني عندهم استعداد للعمل لساعات طويلة ولأكثر من شيفت واحد، ويقومون بالسكن الجماعي عدد كبير منهم يسكنون في غرفة واحدة. يعني هذه من ناحية أخرى هناك معلومات، يعني واعترفت القوات الأمنية بإلقاء القبض على عصابات تسليب يعني تتكون من باكستانيين، وهناك أيضا تم إلقاء القبض على مجموعة قاموا بسرقات يعني وعمليات سطو، وهناك أيضا انغماس في مشروع في قضايا المخدرات وتصنيع الكريستال وغيرها من المواد المخدرة في داخل العراق. فالعملية بالحقيقة تأتي بنتائج سلبية جدا على الاقتصاد. فعلا هناك تسريبات صحفية تتحدث عن استغلال آلاف الوافدين الأجانب ومنهم الباكستانيون في صناعة المخدرات ونقلها والاتجار بها. وأيضا يعني هناك نقطة مهمة في موضوع التغيير الديموغرافي أستاذ لبيد، يتم منح قسم من هؤلاء الجنسية العراقية ويسكنون محل أهل البلد الأصليين، يعني وخاصة في المشروع الطائفي للتغيير الديموغرافي، أيضا فيما يتعلق بالتصويت الانتخابي يكون لهم يعني لمصلحة جهات حزبية متنفذة أمور تتعلق بالتصويت الانتخابي. إلى أي مدى ترى أن مشروع التغيير الديموغرافي أيضا هو يعني سبب من الأسباب التي تجعل العشرات الآلاف من هؤلاء يسمح لهم بالدخول، وخاصة أنهم من طائفة معينة؟ والله أنا لا أستبعد كل ما تفضلت بذكره، يعني غير مستبعد، لأنه هذه الحكومة هذه الدولة أصبحت دولة بالحقيقة يعم فيها الفساد وعمليات التزوير، وهي الحالة السائدة في العراق، يعني خصوصا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. يعني هناك حثيث، يعني هناك بالحقيقة تسابق على مسألة الحصول على أكبر عدد من الأصوات، خصوصا الانتخابات القادمة هناك حساسية كبيرة في هذه المسألة، وهناك تسابق غير مشروع بين هذه الأحزاب. لذلك لا نستبعد المسألة التي تفضلت بها والتي تتعلق بمسألة منح البطاقات الانتخابية لعدد كبير من الوافدين ومن أجل جمع أصواتهم أو شراء أصواتهم.
وهناك مسألة جدا مهمة، يعني في الأونة الأخيرة منذ بضعة أشهر بدأنا نسمع بمسألة تصعيد طائفي، يعني هناك نبرة طائفية متصاعدة وأصبحت خطيرة جدا. لذلك يعني لا نستبعد مسألة التغييرات الديموغرافية، هي بالحقيقة مسألة تشكل أحد الأولويات، أولويات الأحزاب الطائفية. ومن أجل أن تسريع أو تطبيق هذا ما يقال أو الكلام أو الخطابات الطائفية التي نسمعها كل يوم والتي تصاعد كل يوم، يجب أن تكون هناك عملية تغيير ديموغرافي أيضا من أجل أن يكون انسجام بين الخطاب وبين الواقع الملموس. فمن الممكن ومن السهل بالحق استغلال الوافدين من هذا النمط، يعني من أجل تطبيق الأجندة الطائفية. شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدة، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مدينة مالمو.